ملاحظ ان انت مزودها شويه؟ بصراحه بقى كده انا معجب بيك. انت هتلبخ؟ هو لما الواحد يقول للواحده انا معجب بيكي يبقى بيلبخ؟ لما تبقى نيته مش سليمه. اه من قدك ان نيتي مش سليمه؟ انا عارفه، لان انا عارفه حجمي كويس وفاهمه كل حاجه. ما يغركش ان انا ما كملتش تعليمي، بس انا دايره في الدنيا وفاهمه ينفع ايه وما ينفعش ايه. انت لازم تعرفي قيمه نفسك كويس بجد. انت حاجه كويسه وممكن تبقي احسن من اللي انت فيه ده مليون مره. صدقيني انت من جواكي حاجه جميله بجد. طب ومين قالك ان انا مش حابه حياتي؟ عينيكي. نبي ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا استاذ حسام. ابعد عني، انا مش ناقصه. مساء الخير. هلا، ازيك يا لادي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انت ايه اللي جابك هنا يا بت؟ مفيش، اصل انا كنت عندي مشوار قريب كده من هنا فقلت افوت عليكي وكده. يا بت هتصيعي عليا. قولي لي جايه ليه؟ انت قدام كتير هنا ولا ايه؟ نص ساعه. طب خلاص انا هقعد استناكي في اي حته لحد ما تخلصي وتجي لي. اصبري بس، انت رايحه فين؟ انا هاجي معاكي. طيب ماشي ماشي. دي اختك؟ لا انا هاله، جارتها في الحته. اهلا يا هاله. اهلا. ازاي؟ الله يسلمك. لا واضح ان المنطقه اللي ساكنه فيها ليلى يعني كلها بنات زي القمر. شاكرين قوي. القمر بجد. مالكش دعوه بيها. في ايه؟